هنسيب الاقصر ونروح البحر الاحمر. وهي نفس الفكره برضو، فكره ان انت تقضي وقت خاص بالسياحه وقت بالاستمتاع وفي نفس الوقت تتعالج. مؤسسه الكبد المصريه، احنا عندنا طبعا امراض الكبد مش كلها فيروسي يعني او غيره، لكن تقديم مؤسسه يعني نجحت مؤسسه الكبد المصريه في تقديم علاجات الفيروسات الكبديه لكل المرضى الموجودين على قوائم الانتظار فين في محافظه البحر الاحمر. طبعا بالاضافه للكشف على كل من تقدم اللي عايز يعمل يشيك او يشوف عنده فيروسي ولا لا، كان بمعدل 200 مريض في اليوم او 200 حاله في اليوم ده في البحر الاحمر. نفس الفكره اللي كنت بقولها لحضراتكم في الاقصر هي نفس الفكره اللي ممكن نطبقها في البحر الاحمر برضو على طبق من فضه او من ذهب لوزاره السياحه. ادماج انه يكون في سياحه علاجيه مع اماكن الاثريه زي الاقصر، المركز اللي يتم انشاؤه او تشييده، وايضا ل يعني مؤسسه الكبد المصريه، ادماج ان انت برضو ان يكون عندك سياحه او وقت طيب او تغيير جو، ويكون في نفس الوقت ان انت تقدم ده علاج، دي خلطه او ده يعني تجمع حلو قوي وممكن يستفيد بيه وكل مش بس يعني نشغل بيه اكتر من جزء سياحه وعلاج. الدكتور وليد سمير نائب رئيس مجلس اداره مستشفى الكبد المصري قال ان نزول مؤسسه الكبد المصري لعلاج مرضى فيروسي بمحافظه البحر الاحمر ياتي ضمن استراتيجيه المؤسسه في القضاء على فيروسي في محافظات الجمهوريه. وكمان الدكتوره كوين شنوده سفيره الثانويه الحسنه لحمله علاج فيروسي قالت انها حرصت على التواجد مع القافله. طبعا فيروسي والامراض الكبديه المرض ما بيعرفش سن، ما بيعرفش مرحله عمريه معينه، بيصيب وكله طبعا يعني مقدر. بس خلينا نقول بس الخبر العاجل موجود دلوقتي على الشاشه، مراسلنا بيقول امن الاسماعيليه يعتذر للاسماعيلي عن استضافه لقاء الاهلي في الدوري. دي قصه تانية، ويمكن في مباريات طبعا تم تاجيلها برضو بداعي الامر الامني، بس قلته لحضراتكم مش هاخد فيه كتير. نروح دلوقتي نستمر معاكم في البحر الاحمر ومؤسسه الكبد المصريه القافله اللي دلوقتي، عشان بس اقول لحضراتكم في مرضى موجودين لكن في على القايمه مرضى اكتر موجودين. ان انت تروح وتكشف على كل الناس دي كلها ده مجهود ولازم نشكر عليه، يعني نشكرهم ونحييه عليه. طب نسمع جزء من بعض اللقطات والكلمات الصغيرة اللي تم تسجيلها من القافلة دي. القافلة الموجودة النهاردة في إطار الحملة اللي بتمناها مؤسسة الكبد المصري برئاسة الأستاذ دكتور جمال شيحة رئيس مجلس الإدارة، واستجابة للبروتوكول اللي تم توقيعه مع محافظة البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله في معالجة وعمل مسح كامل لمحافظة البحر الأحمر لتصبح قرية لتصبح محافظة خالية من الفيروسات. ده في إطار مبادرة السيد الرئيس لعلاج مليون مصاب بفيروس سي سنويا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في محاولة لتخفيف العبء عن وزارة الصحة. القافلة دي تاني قافلة توجهها مؤسسة الكبد المصري إلى مدينة الغردقة. النهاردة بنشوف حوالي أكثر من 200 حالة في تعاون كامل ومنسق مع مديرية الصحة في المحافظة، التعاون مع الدكتورة نجلاء والدكتور علاء. استقبلنا النهاردة حوالي 200 حالة، تم صرف العلاج لحوالي 25 حالة من فيروس سي. الحقيقة أنا النهاردة فخورة جدا أن أنا في المكان ده وفرحانة، لأن مؤسسة الكبد المصري بالتنسيق مع وزارة الصحة وعدت المصريين، وعدت المصريين أن إن شاء الله محافظة البحر الأحمر هتكون خالية تماما من الفيروس سي. فجينا أكتر من مرة، ودي المرة اللي فيها احنا كلنا موجودين ككاست كامل يعني بقافلة طبية كاملة. احنا كشفنا على كذا حالة، والحقيقة لقينا كمان ان في فيروس بي. فاحنا المرة دي جايين بكل العلاجات
وكمان التطعيمات للخاصة بالفيروس بي. طبعا هي دي حملة معمولة لإعلان محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس سي في خلال عام إن شاء الله. بنعمل مسح شامل لكل اللي بيعوزوا يعملوا تحاليل الفيروس سي، وكمان دخلنا معاهم فيروس بي، وبدأنا علاج لكل الحالات اللي طلعت موجب من المرة اللي فاتت للمرة دي. المرة اللي فاتت عملنا 202 حالة، والنهارده ان شاء الله احنا في اول يوم، وعملنا لغايه دلوقتي 170 حاله. ان شاء الله على بكره ربنا يسهل يكون في اعداد كمان اكبر. التحاليل اللي بتطلع موجب بنعمل لها، بنعمل التحليل لغايه الاخر البي سي ار، وبنعمل كل التحاليل والاشعاعات. طيب ربنا يوفق الجميع. مؤسسه الكبد المصريه زيها طبعا زي صندوق تحت مصر، كل مجهود يعني كل حاجه موجهه للناس بنشيد بيهم، بنشيد بيهم، بنحييهم وبنقول لهم انتوا بتعملوا عمل خير، عمل للمصريين، لاهالينا، واي حد فينا يقدر يعمل الموضوع ده بايده يعمله. مش بس هو بيساعد، ده كمان في بعض الاحيان واحنا داخلين على رمضان بيساعد نفسه، هو بيحس بشعور افضل بكتير جدا.